لان ما كنبغيش نجبد امام المجلس اللي منا علاش تنخاف مزيان الزخره غتبقى دير. جبت التقويه ديال الماء الصالح للشرب من تما العين عتيك 4 ملاير و400، جبت الواد الحار اللي غادي مع الشمال دفير بجوج الملاير و200، هادي كلشي من لوتوريتي ديليغونت. لوتوريتي ديليغونت تندير رئيس اللجنه ديال البرونشمون سوسيو. اش كنديرو انا من هذا المنبر تنقول الام انا اللي فكيت تمارا، انا اللي خرجت اللجنه باش لي برونشمون سوسيو ما يخلصوش وكتبوها. انا مجهوداتي الخاصه وزيد العامل مشيت عنده قال لك ما بغاوش يعطوك، قلت له سيدي العامل غتخلي. مشيت في نهار جمعت اللجنه اصوب التقرير وشنه الرئيس وجبتو الرضا باش يديروا لي برونشمون سوسيو على الصعيد الولايه ماشي العماله. فهمتيني؟ هادي اشنو خرجتو البرونشمون سوسيو؟ كاين زوج حالات بحال دابا كاين اللي كتكون شي حاجه خفيفه المواطن تيخلص، اذا كان ان مونطون كبير كيخص الجماعه كدير اتفاقيه مع رضان وتعطيهم. هادوك الاتفاقيه اللي كيدوزو في المجلس كيوحلو الاكثريه. انا دابا اللي خدام فيه باش نزود جميع المناطق بالماء على حسب اسمو لوتوريتي ديليكونت. راه هو البارح كان اجتماع هنايا، علاش؟ انا كنمشي على قدر الميزانيه اللي عندي. الميزانيه ما كتستوعبش هاد المشاكل اللي كاينه، لان حقيقه داكشي اللي كان قديم وغلا في واحد العدد المشاكل بحال دابا الضومه كامل شحال واد الحار ما كاينش. دابا راه شتو واد الحار عندنا راه خدام عند شامه وريضا تعطى المارشي. دابا راه خرج ديال غبوله غادي يجي، هادي ديال هنا هو كيتزاور لان تقريبا اللي ما متبعش علاش تاعنا عزيزك غادا في واحد التصاعد ما كايناش شي بلاصه. فهمتيني؟ الشركه ديال اوزون اذا كنت تخلصت من الداخليه يعني في الفتره ديالي انا واحد العداد الانجازات. وعلاش ما تنبغيش نقولهم قدام الجميع؟ كتقوى المناقشه وحيت حنا كلشي ماهم الجماعات في لوطري دي ديليكونت غادي يبداو مشبرين فيا اش كدير هادي وكدير هادي وكدير هادي. هذيك تنخلي حتى الاخير باش نعطي واحد الملخص ديال الحصيله في كل شيء. يعني كمنتخب حيت انا باش مشيت لتما راه مشيت من هنا. فهمتيني؟ اذا لان هادشي كلشي ترجع للمواطن هو اللي صوت عليا. ملي صوت عليا ترجع ثاني للاعضاء باش ترجع للرئيس ومن الرئاسه طبقت القانون باش ترجع ليه. وهذيك ثاني وسائل ديالي خاصة باش رجعت خليفة الأول وركات حدا الخليفة الأول في مجموعة رأس وجنة.